صوارف ازيكم. النهارده عندنا ريفيو عن واحده من احسن الاير فرايرز اللي انا استخدمتها. كنا عملنا ريفيو عن اير فراير قبل كده اللي هي البلاك اند ديكر، واحده برضو من اشهر الاير فرايرز الموجوده. طبعا الكينوت كمان مشهوره جدا، ولكن الاير فراير دي مش ناس او تقريبا انا ما لقيتش عليها ولا ريفيو. قررت ان انا اشتريها واجربها وانقل لكم التجربه بتاعتي. الاير فراير اللي معانا النهارده هي كراون فول. تعالوا اقول لكم ايه المميزات والعيوب ونشوف هل هي تستحق ان انت تشتريها ولا نخلينا في البلاك اند ديكر احسن. هي بتيجي في العلبه دي ساعتها 4.5 لتر، بتيجي ب 1500 واط، والفولت بتاعها تقريبا من 220 ل 240. بتيجي في نطاق درجه حراره من 80 ل 200 درجه مئويه. وزنها تقريبا حوالي 4 كيلو جرام وزن الاير فراير كلها. ده بيكون شكل الاير فراير، وهي مصنوعه من البلاستيك ومش بلاستيك رديء، يعني مش حاجه ان هي وحشه يعني. تيجي ليها علقه من ورا كده عشان لو عايز تمسكها، وده بيكون الباب بتاعها. دي زرار عشان لو عايز تدخل او تخرج الحاجه. بتيجي بسبعه بريسيت، يعني بتيجي بسبعه برامج للاكل. تقدر ان انت تسخن فيها الاكل، تقدر ان انت تعمل فيها الاكل، وتقدر ان انت تخبز فيها، ممكن تعمل فيها كيكه او دونتس. حتى بتحط الدونتس على اعلى درجه حراره، تقريبا تحطها من 5 ل 10 دقائق العجينه بتاعت الدونتس نفسها بعد ما بتعملها، يعني بدل ما تحطها في الزيت، لان هي الاير فرايرز بتهدف ان انت اكلك يكون هيلث، يعني 80% اقل من الدهون. ده بيكون شكل الاير فراير. فيها ازرار اللي هو الباور بينور احمر، بتدوس عليه زي ما سمعتوا كده الصوت. وفي عندنا سبعه بريسيت، وفي عندنا زرار بيزود ده مثلا الوقت، ده مثلا الحراره، حرارة هنا على 200، انت قلل، عايز تزود براحتك خالص، موجود كل حاجة. نظبطها على الفراخ. الحرف الام ده هو اللي بينقل ما بين السبعة بريسيتس. حطيناها على درجة حرارة 200 وبتدوس تشغيل على 20 دقيقة. ممكن انت تزود، ممكن انت تقلل براحتك خالص، وبتبتدي ان هي تشتغل. الاير فراير الحلو فيها ان صوتها مش عالي قوي، يعني انتوا تقريبا هتبقوا سامعين صوتها دلوقتي. صوتها مش عالي قوي، ما بتطلعش ريحه جامده قوي بعد ما بتعمل الاكل او هي في نص الاكل. لازم ان انت كل شويه تفك الدرج بتاعها، تشوف الاكل استوى شويه ولا لا، وبعد كده تدخله تاني. الاير فراير كمان مميزاتها ان هي بتتغسل بسهوله، يعني انت بس مجرد ما بتشيل الدرج ده خلاص، انت بتحطه تحت الميه بشويه صابون، خلاص الموضوع خلص خالص. ممكن كمان تحط صابون ومعاه بيكنج صودا، بيعمل شغل، بس الموضوع ما بياخدش قوي كده للدرجه دي. كمان الصناعه الداخليه بتاعت الدرج بتاعها من التفلون، او اللي هي شبه التفال، اللي هي الحاجه ما بتلزقش فيها. جربت اعمل فيها الفراخ، وجربت اعمل فيها اللحمه، وجربت اعمل فيها البطاطس، وجربت اعمل فيها حاجات كتير جدا. حاجه من الحاجات اللي عايز اقولها لكم ان انتوا لازم تتاكدوا من نوع اللحمه اللي انتوا هتحطوها فيها، يعني مش كل انواع اللحمه بتستوي فيها. جربت فيها طبعا الستيك كانت جوده اللحمه بتاعتها مش حلوه، فما ظبطتش معايا. جربت فيها الفراخ البانيه طلعت هايله جدا. جربت فيها البطاطس، مش البطاطس كلها استوت، لان انا ما كنتش بطلعها كل شويه اعمل شيك للدرج واحطها تاني. ده لازم ان انت تعمله عشان تقلب الحراره. بالمناسبه الحراره هنا 360، يعني بتخش في كل حاجه بتسويها من كل الجوانب. البابي بتاع الماكينه دي من فوق مش بيسخن بسرعه، يعني مش اللي هو تحط ايدك تتلزق خلاص ما ينفعش تحط ايدك، لا عادي، انا حاطط ايدي اهو لسه ساعه زي ما هي، وهي بادئه بقى لها تقريبا دقيقتين، يعني مش حاجه يعني. بعد ما بتخلص بتدي انذار ان هي خلصت. مجرد اما انت تدوس على زرار وتفتح بتقف لوحدها عشان هي امنه. بعد كده مثلا تدخل تاني هتبتدي ان هي تشتغل تاني لوحدها اوتوماتيك. برضو ان انت ممكن توقف، بتستناها لغايه اما تهدى، تقعد تصفر كده وتنور، بعد كده بتسكت خالص، تقدر ان انت تفتح الدرج وتشوف كل حاجه. فده لاحسن استخدام ليها. تعالوا نشوف، احنا دلوقتي بنعمل فيها فراخ، تعالوا نشوف الفراخ اللي فيها هتطلع حلوه ولا هتطلع عامله ازاي. الفراخ متبله ومحطوطه فيها، هنشوف بعد كده الفراخ طعمها عامل ازاي واستوت ولا لا. في حاجه من عيوب الماكينه دي ان السلك بتاعها قصير، دي حاجه واحده من العيوب، يعني لازم تحطها جنب كهرباء. السلك بتاعها قصير جدا، ما بتاخدش مساحه كبيره، يعني زي ما انتم شايفين ده الحجم بتاعها تقريبا قد كده، فمتاخدش مساحه كبيره خالص. ده عيب التاتش بقى، تدوس كده اي حاجه وايه تعمل بقى. الماكينه دي بتيجي زي ما قلت لكم بساعه 4.5 لتر. انا جبتها في عرض كانت ب 120 درهم اماراتي. تقدر ان انت تشتريها من الامارات، امازون الامارات موجوده، هي حاليا مش متوفره لان هي خلصانه، الناس كلها اشترتها. تقدر انت تجيبها من نون، كمان ممكن انت تشوفها موجوده في مصر. خلينا نشوف الفراخ وهي بتستوي، ريحه الاكل حلوه، تعالوا نشوف النتيجه هتطلع عامله ازاي في الاخر. هي خلصت زي ما انتم شايفين، بتخلص بتعمل صفاره كده، بس تقدر افتح كده يا احمد، يبقى شكل الاكل زي ما انتم شايفين مولع يعني. طبعا الصوت ان هو معمول وطعم الاكل كلها حاجات تحفه تحفه تحفه. تاخد دي زي ما هي وتقدر ان انت تغسلها في الحوض. يلا يا احمد دوق. ندوق عادي بالايد؟ ندوق عادي بالايد. اه ايه رايك؟ بتسويها كويس جدا. بتسويها كويس. تسوي فيها البطاطس كمان، احنا حاجزين مجهزين البطاطس عشان نسوي فيها. هنشوف دلوقتي البطاطس تعمل ازاي. مسوي الفراخ كويس جدا، الفراخ طالعه كانك فريش. نشوف بقى البطاطس بقى. نشوف البطاطس بعديها بقى.
دي بطاطس يعني بطاطس مجمدة عادي من السوبر ماركت زي ما هي. اما دول اللي هنجرب بيهم دلوقتي. احمد هيظبطها. ظبطها لوقت قد ايه؟ 16 دقيقة. هي بتاخد حوالي 12 دقيقة في البطاطس، 10 دقايق كل شوية بنطلعها نتأكد طبعا. دلوقتي هنطلع البطاطس. بتوقف زي ما قلت لكم، بتقعد شوية كده، بتنور المروحة والصوت، تستنى شوية. أول لما تصفر تبتدي تطلع على طول إيه الحاجة بتاعتك. ايه بطاطس قليلة شوية بس احنا بنجرب يعني. سخنة؟ جدا. هم سامعين صوت ما قرمش. دي كانت كل حاجة على الاير فراير. انت تطبخ فيها من غير زيت، ممكن تحط حبة زيت قليلين او اللي هو الزيت الاسبراي، وممكن تجيب ورق زبدة وتحطه فيه. في ورق مخصوص للاير فراير، انا بصراحة جبت نوع ما كانش حلو، اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا جبتوا نوع وكان حلو. دمجة فيه من فوق مش سخنة، حاطط ايدي عليها عادي، امنة جدا، والبادي بتاعها كله مش سخن، مفيش بس غير الحتة اللي قدام وانت تقدر تمسكها من هنا. دي كانت كل حاجة في الفيديو النهاردة. لو شفت الحلقة لغاية الوقت ده فانا بشكرك جدا جدا جدا، شفت الحلقة للاخر، شكرا ليك، سلام عليكم.